السلام عليكم، انا علي بن محمد بن علي البوهلي، صاحب اجازه تطبيقيه في الالكترونيك والاعلاميه الصناعيه، ومسؤول بشركه خزن وقود الطائرات بمطارنا المفيده. عندي الخبره اللازمه وروح المسؤوليه باش خوني نخوض غمار الانتخابات المحليه عن عماد عين القرسي. وكيقول عين القرسي نرجع للتاريخ اللي ما يقارب عمرها ما يزيد على 3000 سنه، مشهوره بالمياه وبالعيون الطبيعيه، وكانت من اول المعامل التعليم اللي توجدت هي في الجمهوريه، كان في عين القرسي. دونك حبيت نخوض غمار الانتخابات، وذلك خاصة على أهداف معينة، من أهمها تطوير البنية التحتية. كي نقول تطوير البنية التحتية يعني طرقات، جسور، أودية، تنوير، وذلك عن طريق مراسلة السلطة المعنية وبلدية المكان ووزارة التجهيز. العمل على حل المشاريع المعطلة، من الضروري في الوقت الحالي المعمل الجديد اللي هو موجود، ونحاول نخدموا على اللي موجود، ما نستناوش اللي مش يجينا بيدجيه من عند الدولة ولا حاجات اللي يكون تستنى وقت. دونك نحاول نشوفوا مستثمر اللي يقوم بهذه العلاقة. العنصر الثالث والأهم هو استغلال الثروات المائية وإنشاء مجمع مائي. كي نقول إنشاء مجمع مائي يعني 80% من منطقة فلاحية تستنفع أشجار الزيتون، يعني بمعدل الإنسان اللي عنده 10 زيتونات ينجم يستفيد منهم يدخل 10 ملايين في العام، دونك عبارة كأنه موظف. النقطة الرابعة تشجيع المؤسسات الاقتصادية المركزة بالمنطقة على توظيف كل الإمكانيات من أجل الأهداف التشغيلية. نذكر بالأساس معمل المياه المعدنية اللي موجود قرسي، تفعيل محضر جلسة منذ سنة 2018، والذي يفضي بتشغيل أبناء المنطقة في حالة شغل، والمساهمة خاصة في ترميم المرافق الأساسية للمنطقة. العمل أحداث دور شباب وثقافة وجمعية رياضية، استاد موجود، إن شاء الله نكونوا وفقنا باش نراسلوا السلطات المعنية باش يبنوا فيستيارات ونقدموا إن شاء الله بالمنطقة. المطالبة بأحداث مدرسة إعدادية، والعمل على توسيعة المستوصف. أخيرا نداء إلى كافة أهلنا باش نكونوا يد واحدة، ننسوا اختلافاتنا باش نقدموا ببلادنا. أنا ولا زميلي وفق ربي إن شاء الله يوفقنا ويوفق الجميع، نكونوا وجهة البلاد، النقطة المذيئة، طموحنا كبير، مستقبل صغارنا، راهو أنتم اللي باش تحددوا أولوياتكم، وأنا نوصل صوتكم، إن شاء الله ربي يوفقنا بما فيه خير لبلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.